المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه جولة جديدة من جولاتنا اليومية في حديث الصحافة، والبداية اليوم مع صحيفة العرب اللندنية، والتي نشرت مقالا تحت عنوان ارتفاع الليرة السورية ليس دليلا على تحسن الاقتصاد. قالت فيه: ارتفعت الليرة السورية لأعلى مستوى لها في 7 أشهر مقابل الدولار أمس، وذلك بدعم من حملة أمنية على المضاربين والتجار العملة والذين تحملهم السلطات المسؤولية عن التذبذب الكبير في سعر العملة في الأشهر الماضية. وقال تجار ومصرفيون إن الارتفاع المضطرد في قيمة الليرة في أكتوبر الماضي تسارع في اليومين الماضيين، حيث ارتفعت العملة إلى حوالي 120 ليرة مقابل الدولار، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل الماضي. لكن المحللين يقولون إن السبب الرئيسي هو تزايد احتمال التوصل إلى حل سياسي يتفادى انهيار الدولة السورية، والذي كان يبدو حتميا في السابق. وأضافوا أن تحسن سعر صرف الليرة ليس دليلا على تحسن الاقتصاد الذي وصل إلى الشلل التام، وأنه مرتبط بمضاربات من نوع آخر تراهن على التوصل لحل سياسي في المستقبل وعودة الليرة للارتفاع بعد ذلك. وقال تاجر طلب عدم الكشف عن اسمه: انخفض الدولار بفعل الإجراءات الصارمة لأجهزة الأمن، وذكر أن السلطات داهمت وأغلقت ما لا يقل عن 12 مكتبا للصرافة في وسط دمشق في الأسابيع الماضية. أعزائي المشاهدين، صحيفة الرأي الأردنية نشرت مقالا لنصوح المجالي تحت عنوان دمشق تراهن على انقسام المعارضة لإفشال جنيف 2. قال فيه: لقد ثبت أن المعارضة السورية غير موحدة سياسيا، وأن المعارضة المهاجرة في الخارج مظاهرة سياسية تأثيرها محدود في سير القتال والمعارك في سوريا، ولم تظهر في سوريا بعد قيادة توفق بين قوى المعارضة أو تلم صفوفها في جبهة واحدة، كما أن بعض فئات هذه المعارضة أدوات في أيدي دول في الإقليم تغذيها بالمال والسلاح. وأضاف الكاتب: ليس من مصلحة المعارضة الذهاب لجنيف في ظل الانقسام والخلل الكبيرين في موازين القوى وعدم وضوح الهدف من الذهاب إلى جنيف. أهو الخلاص من النظام السوري أم إعادة إنتاجه بصيغة أخرى؟ فهل يشكل الحجم الهائل للدمار والقتل والمآسي الإنسانية في سوريا ثقلا ضاغطا على ضمير المجتمع الدولي والرأي العام، وبخاصة في روسيا والولايات المتحدة، يغير مجرى المواقف الدولية؟ حدوث ذلك، يقول الكاتب، حدوث ذلك وحده قد يؤثر في مواقف الدول الكبرى المؤثرة في الصراع، ويدفعها إلى توافق دولي ولو بالحد الأدنى لإحلال السلام. ويختم بالقول: بدون ذلك لن يكون لأي مؤتمر دولي حول سوريا جدوى سوى نقل التناقض والصراع مرة أخرى إلى الساحة السياسية. أعزائي المشاهدين، جريدة القبس الكويتية نشرت تقريرا يتحدث فيه عن إخفاء الأسد لبعض الأسلحة الكيميائية، حيث قالت الصحيفة: عاد موضوع السلاح الكيماوي ليسيطر على المشهد السوري، وذلك مع إعلان الولايات المتحدة أمس بأنها تدقق في تقارير استخباراتية سرية لديها تشير إلى أن نظام الرئيس بشار الأسد أخفى بعضا من هذه الأسلحة عن منظمة حظر الكيماوي، والتي تعمل على تدمير هذه الترسانة بحسب الاتفاق الدولي. يأتي ذلك بعد أقل من شهر على الإشادة الأمريكية المباشرة للأسد على تعاونه مع فريق المفتشين الدوليين، وفي وقت تؤكد فيه منظمة الحظر
أن السلطات السورية قدمت تعاونا بناء والتزمت بالفترة الزمنية المحددة، وفي نهاية أكتوبر ختمت المنظمة كل الكيماوي السوري بالشمع الأحمر، وأعلنت أن كل مواقع الإنتاج لم تعد صالحة للاستخدام. وفي حين لم يصدر أي تعليق من دمشق، سارعت موسكو للقول بأن الحكومة السورية تقوم بمسؤولياتها فيما خص تفكيك ترسانتها الكيماوية. وكان مسؤول أمريكي كشف للشبكة CNN أن معلومات استخباراتية تؤكد أن الحكومة السورية تخفي بعض أسلحتها الكيماوية، ما يعني أنه ما زال لديها مخبأ سري لم تكشف عنه للمفتشين الدوليين. وأضاف المسؤول الأمريكي الذي تحدث لـ CNN شريطة عدم الكشف عن هويته أن هناك مؤشرات إلى أن دمشق ربما تحاول الاحتفاظ ببعض مخزونتها من هذه الأسلحة بدلا من تسليمها بالكامل لتدميرها، موضحا أن بعضا من أركان نظام الأسد يسعى للحفاظ على الترسانة الكيماوية. وفي سياق متصل أعزائي المشاهدين، نشرت صحيفة القدس العربية مقالا بقلم بسام بدارين تحت عنوان التلويح مجددا بضربة عسكرية لسوريا. قال فيه: تصر بعض الأوساط على أن عملية بطيئة تجري حاليا بضغط من عدة أطراف إقليمية لعدم إغلاق خيار الضربة العسكرية ضد النظام السوري، الأمر الذي يفسر برأي مراقب رفيع المستوى تعليقات كيري في واشنطن بخصوص التضامن مع الأهداف السعودية، كما يشرح التسريبات حول سوء نوايا دمشق بعنوان تسليم كامل المخزون الكيماوي. وتوفر التسريبات الأخيرة ملاذا استراتيجيا يمكن استثماره وتوظيفه للتراجع مستقبلا عن استبعاد الضربة العسكرية أو للتلويح به مجددا، خصوصا بعدما فقدت واشنطن حصة من نفوذها مع أقرب حلفائها مثل السعودية ومصر، وبصورة أقل الأردن المصر بدورها على أن مصالحه تتمثل في التحدث مع كل الأطراف والبقاء على اتصال بكل السيناريوهات. الهدف من المسألة، يقول الكاتب على الأرجح، هو إحياء خيار الضربة العسكرية في حالات الضرورة بهدف منع الرئيس بشار الأسد من استثمار طاولة جنيف 2 والعودة بقوة عبرها وفي مظلتها لعملية سياسية مدعومة دوليا تؤهله مجددا للبقاء في السلطة. كتب سليم المحروق مقالا في مجلة الغربال تحت عنوان ادعاء باطل، قال فيه: إن هي إلا نكتة سمجة وكذبة مفضوحة وخرافة ما بعدها خرافة، تلك الدعاية الغربية أو الشرقية أو غيرها من أي مكان القائلة بعدم قدرة السوريين على ممارسة الديمقراطية لعدم أهليتهم لها في بلادهم. وأضافوا إلى ذلك قولهم: إن الدول الكبرى قلقة على مستقبل الأقليات العددية وعلى الطوائف والأعراق المتعايشة في سوريا بمحبة ووئام منذ عهود قديمة. ويقول الكاتب: لو لم يكن التسامح مظلة الحياة في بلادنا منذ القديم لما شاهدت هذا الخليط السكاني المتجانس والذي يشكل لوحة فسيفساء ديموغرافية فريدة من أبناء سوريا. وتاريخ بلادنا، يضيف الكاتب، تاريخ بلادنا يثبت أن لكرامة الإنسان وللحرية والمحبة والألفة والأخوة في الوطن والإنسانية وغيرها الكثير من قيم الحياة الهاجعة في قلوب السوريين مكان راسخ ومكان راسخ لا يتزعزع فيه. وإن الزمن الذي عاشته سوريا في خمسينيات القرن الماضي يشهد لها بتجربة ديمقراطية برلمانية رغم ليل الجهل والأمية الذي خيم على البلاد في تلك الفترة. وختم الكاتب بالقول: فالديمقراطية الحقة في عرفي ليست مومياء محنطة تنقل بالطائرة من بلد إلى بلد آخر
بل هي نتاج معرفة ممهورة بدم القلب وخبرة حياة كدت من الإنسان الأجساد والمفاصل. أعزائي المشاهدين، وبالانتقال إلى الصحف التركية، فقد نشرت وكالة أنباء الأناضول خبرا عن آخر تطورات محاكمات تفجيرات الريحانية. جاء فيه: أشارت لائحة الاتهام في قضية تفجيري قضاء الريحانية في ولاية هطاي جنوب تركيا إلى لقاء يوسف نازيك الذي لعب دور الوسيط في التخطيط للهجوم بالرئيس السوري بشار الأسد لمدة ساعة و45 دقيقة، وذلك قبل الهجوم. وذكرت اللائحة التي قدمت لمحكمة الجزاء 8 في ولاية أضنة أن نازيك اتصل هاتفيا مع مهراج أورال زعيم أحد المجموعات المنبثقة عن منظمة جبهة التحرير الشعبية التركية اليسارية الإرهابية، وذلك لطلب موعد للقاء الأسد، الأمر الذي تحقق بعد 3 أو 4 أيام، وهو ما يظهر التحرك المشترك بشكل مباشر بين المنظمة الإرهابية وقوات الأمن السورية في التخطيط للهجوم وفق نص اللائحة. وكان الانفجاران اللذان حدثا في 11 أيار الماضي قد أوديا بحياة 52 شخصا وجرح 100 آخرين. يشار إلى أن مهراج أورال، والذي يعرف في سوريا باسم علي كيالي، يتزعم منظمة مقربة من النظام السوري تقاتل إلى جانبه في منطقة الساحل السوري وتعرف باسم الجبهة الشعبية لتحرير لواء إسكندرون، كما تشارك مع قوات النظام السوري في العديد من العمليات ضد قوات المعارضة السورية بدافع من خلفيات طائفية، ويتهم بالتحريض والضلوع في مجازر ارتكبتها قوات النظام. الختام أيها الإخوة الأعزاء مع موقع أخبار العالم الإلكتروني، والذي نشر مقالا للكاتب شعبان عبد الرحمن تحت عنوان هولاكو يحاكم صلاح الدين، وذلك في إشارة إلى محاكمة الرئيس المصري مرسي. جاء فيه: اليوم يقف صلاح الدين في قفص الانقلاب ليقوم هولاكو المجرم بمحاكمته. باتت عجلة التاريخ تسير بظهرها، وبات العالم الذي يدعي أنه متمدن يسير على يديه ويفكر بقدميه. نعم، المسافة بين صلاح الدين وهولاكو 73 عاما، فصلاح الدين انتصر في حطين وهولاكو نال شر هزيمة في أيلول عام 1260، لكنهما يلتقيان في 24 تشرين الثاني 2013، وبالتحديد في ساحة الانقلاب العسكري، لقاء خارج نطاق التاريخ في أحداث خارج نطاق العقل والمنطق، انقلاب خارج عن كل الأعراف، مجازر لم يتصورها عقل، اعتقال لفتيات بصورة يستحي منها أبو جهل. هولاكو يعتلي عرش كرسي العرش الذي خطفه ويحكم ويدير ويسرح ويمرح، وفرق الزار الإعلامي لا تتوقف عن الرقص، ثم يأتون بالرئيس المنتخب ليحاكموه أمام قضاء شارك بكل قوة وفجور في ذلك الانقلاب، وفي تهمة هي أيضاً خارج نطاق العقل والمنطق. هو مشهد هزلي بكل تفاصيله يحدث لأول مرة في تاريخ مصر، وهو مشهد يضعك في صورة هولاكو المجرم السفاح يحاكم صلاح الدين الأيوبي البطل النبيل، مشهد يصيب بالدوار ويزيد من بؤسه وكارثيته. تصريحات جون كيري وزير خارجية أمريكا صانعة الانقلاب خلال زيارته لمصر، حيث طالب بعدالة المحاكمة ونسي أن بلاده داست على كل قيم العدالة عندما دبرت ذلك الانقلاب، ونسي أن الشعب المصري لن ينسى لأمريكا أبدا هذا الاحتلال بالوكالة
عبر عملائها. صلاح الدين الأيوبي بطل موقعة حطين التي قهر فيها الصليبيين واستخلص القدس من بين أنيابهم. تاريخه مكتوب بحروف من نور، واسمه سيظل قرين المسجد الأقصى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما هولاكو ذلك الوحشي المغولي المتعطش لشرب دماء البشر وصاحب أشهر مجازر في التاريخ خلال حملاته ضد المنطقة العربية، والذي أسقط الخلافة العباسية بعد اجتياح عاصمتها بغداد، التي دافعت عن العالم الإسلامي أكثر من 5 قرون، وعاثت قوته فيها قتلا وتخريبا حتى تلون نهر دجلة باللون الأسود بعد أن دمروا مكتبتها الشهيرة وألقوا بما فيها من كتب في النهر، ولم يكسره سوى قائد مسلم هو سيف الدين القدس الذي خرج من مصر وهزمه في عين جالوت. فمن يحاكم من إذن، هولاكو أم صلاح الدين؟ هكذا انقلبت الحال، فبات هولاكو الانقلاب القاتل ل6000 مدني مسالم، الخاطف للسلطة الشرعية، الغادر برئيسه، يحاكم صلاح الدين المنتخب من شعبه صاحب السجل الناصع. ألا يستحون وهم يتراقصون على جثة مصر وسط حفلات الزار لإعلام العار؟ لكن كلمات نعوم تشومسكي وبحضور عدد كبير من شباب الجاليات العربية في نيويورك قائلا: إن الطغاة يسقطون عندما يتخذون قرارات غبية، أو عندما يسيطر عليهم المنافقون وأصحاب المصالح الخاصة. هم في مصر قرروا أن يحاكموا الرئيس الذي اختطفوه، وهو رئيس منتخب ولن ينتخب رئيس من بعده. أعزائي المشاهدين، بهذا نصل إلى ختام جولتنا لهذا اليوم في حديث الصحافة. إلى جولات أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.